أنا رمضان شحاتة، عمري 51 سنة، موظفة أرملة من 23 سنة. حضرتك موظفة فين؟ بتشتغلي فين؟ في الشؤون الاجتماعية. تمام. حضرتك بقى يعني احكي لنا، انت عرفتي الموضوع ازاي ولا اتفاجئتي؟ الموضوع انا قدمت، يعني طلبوا في شغل امه المثاليات كل سنه بيطلبوا، فقدمت فيها، فالحمد لله ربنا كرمني، يعني عرفت اول امبارح الحمد لله ربنا كرمني فيها. عند حضرتك اولاد؟ عمرهم عندي قد ايه؟ مصطفى واخد كليه شريعه قانون، محضر ماجستير وشغال في التامينات لي سنه يعني، ومنى بنتي بتحضر ماجستير برضه واخده كليه شريعه قانون زي اخوها، ولسه بتذاكر يعني في الماجستير بتاعها، واخده كليه يعني تقديرها جيد جدا مع منطقه الشرف، جايبه 84 و17 في الكليه بتاعتها. أنا اسمي مصطفى خليفة، والدتي فازت بالأمة المثالية السنة دي، والحمد لله يعني تعبها جه على يعني تعب السنين، ربنا وفقها وجزاها بيه، بس الحمد لله فرحنا على ما احنا ما كناش متوقعين، بس الحمد لله ربنا كرمها وألف مبروك ليها، وإن شاء الله تكمل رسالتها معانا إن شاء الله. إن شاء الله. والدهم توفى، كان مصطفى عمره 5 سنين، كنت منى عمرها 3 سنين ونص، توفى باباه وما كانش ايه الا معاه المعاش بتاعه، كان كام؟ 92 جنيه. طبعا انا كنت ساكنه في قريه في الصعيد، فايه سنه كام؟ سنه كام؟ الكلام ده سنه 92، يعني كان 92 والمرتب كان 92 جنيه. تمام. فبعد كده نزلت في شهر 7، يعني في نفس السنه نزلت، وصل المرتب 100 و108. بس حضرتك ايه، طبعا الصعيد طبعا مشيت منها عشان يعني اخدوا الارض بتاعتنا والعفش بتاعي، اخدوه كل حاجه اخدوها، طلعت من البلد بولادي والمعاش بتاع بابا، وسكنت في المدينه، مدينتي اسيوط بس. وبعد كده تأجرت شقه ايجار دايم، كنت بدفع 50 جنيه من 92 بس، وكان قرايبي بيدوني فلوس، وعمامي وخلاني واخويا وامي وابويا والجيران بس. وبعد كده بعد سنتين جالي تعيين، قدمني جوز خالتي وتعينت برضه عشان ظروفي المعاش قليل، ورحت اشتغلت شغل حكومي، يعني شغل شؤون، كنت مؤقت في الاول وبعدين اتثبت بس. وبعدين دخلت عيالي دخلوا المدرسه، كان الحمد لله يعني ربنا موفقه في الازهر، يعني ما كانوش بياخدوا دروس، كانوا دايما متفوقين في الدراسه بتاعتهم، المدرسين كانوا بيحبوهم، فكانوا ايه دايما ايه يدوهم هدايا، ودايما ايه ملخصات كتب اي حاجه عايزينها يدوها لهم المدرسين، عشان ايه بالنسبه للشطاره بتاعتهم. والحمد لله اخدوا الكليات بتاعتهم والدراسه بتاعتهم. طبعا الصعيد ما فيش رزق هناك ولا فيش شغل، جينا هنا اسكندريه الحمد لله، جيت هنا اسكندريه، جيت برضو ايه ما عنديش عفش ولا عنديش اي حاجه، كنت ساكنه ايجار في ستبش، ايجار حديث شقه مفروشه، قعدت فيها 5 شهور، وابني كان بيشتغل في محل كشري، بس كان بيشتغل في محل كشري كمساعده، كان الاكل والشرب مش مكفي يعني والفلوس وكده بس. وبعدين ربنا كرمه ايه اشتغل في مصنع الغزل، وبعدين جاله التعيين جاله ايه في الشرقية، في التأمينات في الشرقية. طبعا ايه كان هو بيصرف هناك، فكان المرتب بتاعه ضايع على ايه على الاكل والشرب في الشرقية، لحد ما جه هنا يعني ليه شهرين هنا او 2 شهرين من يناير، يعني جه هنا ليه شهرين لسه، يعني ايه مفوقتش يعني من الفلوس اللي كان بيصرفها مصطفى بس. وهنا الحمد لله برضو ربنا كرمني، ناس اسكندرية ناس حلوة وناس طيبة، كرمني ادوني يا ما دي اشتريتها الشقة دي بالقسط، عملت قرض وشغل ابني اللي كان بيشتغله، رحت جبت الشقة دي لابني بس. فهي طبعا كانت الشقة فاضية، فالمنتزه زمايلنا الاسكندرانيين يا جماعة طيبين والله، جابوا لي عفش وتنوم وسفرة واديني فلوس، وجبت الطقم الكراسي ده، ويعني وساعدوني التلاجة وغسالة وكل الشقة مالوها لي يعني عفش، والحمد لله بس. والحمد لله دينا عايشين الحمد لله. بس اللي نفسي فيه، نفسي بنتي تتعين شغل حكومي، يعني ده بناشد والله يا بنتي بيه، هي ده حق تربيتي وحق، خايفة يحصل لي حاجة
يعني تقعد كده من غير شغل البنت. فنفسي ايه تنشد ان شاء الله يعني تعيين حكومي ليها، هي تقديرها 84.7 جيد جدا مع منطقة الشرف يعني. وبتحضر ماجستير في سنة تانية السنة دي في آخر سنة 8 و9 في المجمع، كانت تحضر محاضرات بالليل، كنت ساعتها اروح اجيبها كنت خايف عليها. واخوها ما كان في الشرقيه سنه واحنا قاعدين انا وهي لوحدنا وكنا بنخاف يعني خوف، بس الحمد لله يعني يعني ربنا بيستر والله يا بنتي. طب انت شايفه ان الوضع دلوقتي لا الحمد لله الحمد لله يعني من ساعه ما مسك السيسي وراح ليها حسينا بامان كده شويه. الاول كان هي الاحداث يعني تحت البلد وكده فكان خوف شويه، لكن الحمد لله دلوقتي يعني الحمد لله الحال اتصلح. بقى عندك امل بقى يعني هيبقى فيه شغل وكده؟ ايوه وابني جه عندي والحمد لله يعني حسيت بامان شويه الحمد لله.